بسم الله الرحمن الرحيم، بتوجيه من معالي وزير الموارد المائية، تقوم كوادرنا مديرية صيانة مشاريع ري وبزل البصرة بأعمال غلق كسرات سدة الروفة، حيث تم المباشرة بالعمل بواقع 2 كسرة، وكل كسرة بعمق 2 متر وبعرض 17 متر. والجهد العامل هو 2 حفارة برمائية و2 حفارة ذراع طويل. وتقع سدة الروفة بمنتصف المسطح المائي لهور الصلال والمسحب، وغلق هذه الكسرات الجدوى الاقتصادية منه لمنع وصول المياه المالحة إلى جزء هذا المسطح المائي الذي يحتوي على محمية التراث العالمي، وكذلك للحفاظ على نوعية مياه الأهوار، وكذلك الحفاظ على التنوع والإحيائي ونباتي الموجود في هذا الهور. سبب حدوث هذه الكسرات هو نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، وكذلك وجود تصاريف عالية أثناء المد وبفعل قوة الرياح. عند زيارة وزير الموارد المائية السيد عون ذياب عبد الله إلى محافظة البصرة، أكد على ضرورة الاستمرار بصيانة مراقبة السدة وصيانتها، وذلك لمنع وصول هذه المياه المالحة إلى شط العرب الذي يعتبر المغذي الرئيسي لسكان مدينة البصرة ولكافة الاستخدامات الصناعية والزراعية وكذلك الاستخدامات البشرية، حيث بلغت الكمية الكلية للعمل 22,000 متر مكعب، وتم إنجاز تقريبا 8,000 متر مكعب لغاية تاريخ، والعمل مستمر لإنجاز الكمية المتبقية، وكذلك بعد إنجاز هذه بعد إنجاز غلق الكسرات سيتم تقوية ودعم السدة بمسافة 4 كيلومتر طول. كذلك تم تكليف مديريتنا أيضا بتوجيه من معالي الوزير بأعمال مبزل اكتيبان، حيث تمت المباشرة بالعمل بتاريخ 1/10. طول المبزل هو 9,750، وبدء العمل بأعمال ترابية بأعمال الحفر وفق خرائط تصميمية تم إعدادها مسبقا من قبل دائرة الإشراف العام في مركز التصاميم الدراسات والتصاميم، حيث يبلغ العرض البيض من الأسفل 1 متر، ومن الأعلى تتراوح بين 10 إلى 11 إلى 12 حسب منسوب الأرض الطبيعية، وبتساريح جانبية 1 إلى 1.5. ويربط هذا المبزل ذنائب نهر سالم ومع مبزل شرق دجلة، إذ يكون هذا ذنائب نهر سالم تعتبر المصب الرئيسي لبزل الأراضي الزراعية الموجودة، ويقوم هذا المبزل بنفس العمل أيضا تخليص الأراضي الزراعية وتوفير مساحة أكبر خالية من الملوحة والصب في مبزل شرق دجلة. سيتم تكثيف الجهد الآلي بحوالي 8 حفارات قياسية من إدارة صيانات المحافظات لإنجاز العمل وفق الوقت المحدد. رئيس مهندسين أقدم زينب كريم كاظم، الإشراف والمتابعة في مديرية صيانة مشاريع ري وبزل البصرة.